تشهد مملكة البحرين منذ صباح يوم أمس تساقطات مطرية متفرقة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال الأستاذ خالد ياسين رئيس قسم العمليات والملاحظة الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن حالة عدم الاستقرار الجوي سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ولكن بشكل متقطع. الأمطار بدأت على المنطقة من يوم أمس، الحمد لله أمطار خير كلها. الفترة اللي احنا فيها طبعا تعتبر فترة تقلبات جوية تتزامن مع مرور العديد من الانخفاض الجوية، فتحليلاتنا لخرائط الطقس تبين ان حالة عدم الاستقرار راح تستمر ان شاء الله على المنطقة هذه حتى نهاية الاسبوع، ولكن بشكل غير مستمر، يعني راح تكون فترات متقطعة. بالنسبة للساعات القادمة حاليا رادار الطقس ما يبين لنا ان في اي تكونات للغيوم المطرة حاليا قريبة من المملكة، اكثرها صاير على المناطق الشمالية، فما نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون في أمطار، لا اللهم إذا في تساقط بعض القطرات البسيطة، ولكن نذكر أن الفرصة راح تكون موجودة أن الغيوم راح تتطور على المناطق الوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية وراح تتحرك باتجاه البحرين. طبعا تحذيراتنا راح تكون بالأخص المرتادي البحر، في حال تواجدت بعض الغيوم الرعدية راح تصبح هبات شديدة للرياح وراح تكون خطر على الإخوة البحارة. طبعا اتمنى انهم يتابعون نشاط الارصاد الجويه عبر القنوات الرسميه ونتمنى يتجنبوا البحر قدر الامكان، وطبعا ايضا راح يكونوا مسافرين عبر البر خاصه للطالعين على المناطق الشماليه ان ياخذون حذرهم، قد تكون فيها خلايا رعديه احيانا.